السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كان عودكم دائما الجديد إن شاء الله. كما كتلاحظوا معايا هذه واحد الشلابة درنا لها واحد الدريس، كنتمنى يعجبكم. ولا بغيتو تعرفوا الطريقة كيفاش نخدمه خليوا لي التعليق إن شاء الله، وندير لكم فيديو نوريكم كيفاش تخدموه. كما كتلاحظوا هذو هما اليدين ديالنا، الدريس كيجي رائع كما كتلاحظوا. بالنسبه لهذه جلابه نص طوق، درنا لها الضفيره صقلي، العقادي صقلي، والطراسم بالحرير. الا كتلاحظوا معايا القب ديالنا هنايا ما بغيناش نديروا له هاد الدريس هذا، لان غادي يجي شارجي بزاف، داكشي علاش فضلنا نديروا له غير هاد الدريس هذا. هو نفسه ولكن ما كاملش، يعني باقي كيخصو واحد جوج ديال الدورات من الفوق باش يكمل، داكشي علاش حنايا درناه صغير باش ما يجيش ديرونجي ولا كيجي ملي كنقلبوا القبب ديالنا بحال هكا كيجي عامر بزاف. وداكشي كيبقى على حسب الاختيار. مولاتو الا بغات نفس الدرس يكون في القبب واليدين كنديروه كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى الى عجبكم هذا الموديل هذا، عطوني الراي ديالكم وندير لكم فيديو ان شاء الله.